بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. في التحذير من التساهل في الأضحية، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعني من كان عنده سعة من المال لشراء قيمة الأضحية ولم يفعل فلا يقربن مصلانا، دلالة على عظم هذا الفعل. والأضحية سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم لمن كان يملك قيمتها، والحديث في صحيح الجامع وصحيح العلامة الألباني رحمة الله على الجميع.